ولأنه سفرة رمضان ما بتحلى إلا بوجود السمبوسة، حبيت بهالفيديو أقدم لكم عجينة السمبوسة مع كل أسرار نجاحها وقرمشتها. والفيديو الجاي إن شاء الله حقدم لكم حشوات للسمبوسة، حشوة اللحمة وحشوة الدجاج بالبشاميل. يا ريت ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة عن طريق الضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو اشتراك، وكمان تابعوني على السوشيال ميديا. وهلأ خلينا نبلش. المكونات بالتفصيل حتلاقوهم مكتوبين تحت بصندوق الوصف وكمان بآخر الفيديو. بشكل سريع بحتاج للطحين، ملح ونشا، زيت نباتي، وكمان مية دافية للعجن. بحتاج كمان لمية وفرشاية لحتى أسكر فيها أطراف العجينة. بوعاء عميق حضيف الطحين المنخول مع الملح والنشا، وحخلط كل المكونات سوا لحتى تتوزع وتتجانس بين بعضها. بعدين هون بضيف الزيت النباتي. طبعا اول سر من اسرار نجاح هالوصفة انكم لازم تبسوا الطحين مع الزيت النباتي كيف ما بتبسوا عجينة كعك العيد او معمول العيد بنفس الطريقة. مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو ببلش افرك الطحين مع الزيت بين كفات ايدي، وما بركز على جهة معينة، يعني بقلب الطحين وبستمر اني ابسه لحتى تكون الوصفة ناجحة كتير كتير. بعدين ببلش اضيف المية الدافية. طبعا السر الثاني من اسرار نجاح الوصفة انه لازم المية تكون دافية، ما بيمشي الحال ابدا بمية باردة ولا بمية سخنة، لازم تكون دافية ومناسبة للعجن. طبعا يا صبايا انا تعمدت بهالفيديو انه ما استخدم العجان الكهربائية، لانه كان كتير صبايا يبعتولي على الانستجرام بالمعجنات او العجائن او البسكويت انه لازم نستخدم العجان الكهربائية. الجواب لا طبعا، بامكانكم باقل تكاليف بدون استخدام اي كهربائيات انكم تطلعوا عجينة فخمة ناجحة 100%. بس اهم نقطة انكم لازم تنزلوا عليها المية بالتدريج، وكمان انكم تعجنوها لأطول فترة ممكنة، تستمروا بالعجن مثل ما انتم شايفين بالفيديو. انا تقريبا عجنتها لمدة 10 دقائق، واذا بتقدروا اكتر كمان اعجنوها. تتشكل عنا عجينة طرية ناعمة وما بتلزق بالإيد. بس نقطة مهمة، طراوتها أبدا ما بتكون مثل عجينة المعجنات، بالعكس بتلاحظوا فيها يعني هيك شوية قساوة نوعا ما، أو بتكون جامدة ماسكة حالها. قوامها يعني بيكون مثل ما انتم شايفين هلأ بالفيديو. نقطة مهمة بتميز هالعجينة انه ما فيها خميرة او اي مواد تخمير، لكن مهم كتير كتير انكم تتركوها او حتى ساعتين، اهم شي انكم تتركوها ترتاح لحتى تكون ناجحة معكم ويكون قوامها مثل ما هو مطلوب. بصحن عميق بحط العجينة مع نقطة من الزيت وبغلفها بالنايلون بشقفة قماش نظيفة وبتركها لترتاح. وهلأ العجينة صارت جاهزة عندي مثل ما عم بتشوفوا، كتير حلوة طرية، وبنفس الوقت عم بمط فيها ما عم تنقطع معي، فيها شوية قساوة ما بتشبه أبدا عجينة المعجنات العادية، بيميزها انها بتكون قاسية نوعا ما، وهذا الشي كمان من أسباب نجاحها. على سطح مرشوش بالطحين ببلش افرد العجينة، بمدها بواسطة الشوبك. طبعا يا صبايا هاي مو كل كمية العجينة عندي، انا اخذت جزء منها لحتى بس اسهل على حالي عملية الفرد. بفردها لحتى تصير رقيقة كتير، لكن مو شفافة، لازم تكون رقيقة ما فيها اي سماكة، مهم كتير انها تكون رقيقة لحتى تطلع مقرمشة كتير معكم. تكون مقرمشة على فكرة وبتكون هشة كتير طيبة، ما بيكون أبدا أي فيها قساوة أو ما بتكون متعبة بالأكل. بقصها مثل ما انتو شايفين، وبعدين إذا حسيت إنه بدها شوية فرد برجع بفرد الجزء اللي قصيته. أكيد واضح بالفيديو معكم إنه العجينة كتير رقيقة لكن مو شفافة وماسكة حالها، يعني ما بتنقطع معي. بستخدم الأشكال الجاهزة لحتى أعمل السمبوسة فيها، أو بإمكاني أني أعملها بشكل يدوي بدون ما تستخدموا الأشكال الجاهزة إذا ما كانت متوفرة عندكم.
بحط على الأطراف المية لحتى تسكر معي كتير منيح وما تغلبني وقت القلي. طبعا مثل ما قلت لكم الحشوات حتكون بالفيديو الجاي، بتمنى تتابعوا القناة. بقص الأطراف بكل سهولة لأنه سكرتها بواسطة المي، ما بتغلب أبدا. وهيك مثل ما انتو شايفين شكلها عندي صار جاهز وكتير حلوة. طبعا يا صبايا انا دائما بركز على انه بنقدر نعمل كل شيء لو ما كانت متوفرة عندنا الادوات اللازمة. لهيك العجينة بتقصوها بواسطة صحن او اي شيء واسع عندكم، يعني انه يكون القطر تبعه شوي واسع، ما لازم تكون كتير صغيرة لحتى الحشوة ما تطلع منها. على الأطراف بضيف مية وبعدين بسكرها مثل ما بسكر القطايف. حبيت بصراحة أقدم لكم هاي الطريقة لحتى الناس اللي ما عندهم الأدوات الجاهزة لتسكير السمبوسة ما يتأخروا أبدا. وضغط كتير منيح على الأطراف وبتكون عندي الطرف كتير رقيق مثل ما أنتوا شايفين، وسماكته تقريبا بسماكة الأصبع المدى تبعه يعني. هلأ هون ببلش من الزاوية، باخد الزاوية وبدخل للداخل وبضغط، بيتشكل عندي زاوية جديدة بدخلها للداخل وبضغط، وبنفس الشي بضم الزاوية للداخل وبضغط لحتى تكتمل عندي كل حبة السمبوسة بنفس الطريقة. كونوا حريصين انكم تضغطوها كتير منيح لحتى ما تفتح معكم ابدا وقت القلي. مثل ما انتو شايفين عملت حبة سمبوسة كتير حلو شكلها، بامكانكم تكملوا كل الكمية بهالطريقة وبزيت حامي. لازم يكون الزيت حامي، ما لازم يكون بارد ابدا، بس لازم ما لازم انه يكون عم يغلي. مجرد ما انكم شفتوها بلشت تطلع هيك فقاعات بسيطة بيكون الزيت جاهز للقلي. بضيف السمبوسة وما بقلبها بالبداية وهي عجين ابدا، لا تقلبوها وهي عجينة، بس شوية هيك لتبلش تاخد لون وتمسك حالها، بستمر بتقليبها بشكل يعني بشكل مستمر لحتى تاخد لون أشقر وتكون الألوان متجانسة فيها. طبعا يا صبايا بإمكانكم تحطوها على ورق الزبدة تكون بجانب بعضها وتفرزوها وتستخدموها في وقت تاني. هيك بتكون وصفتي لليوم صارت جاهزة، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. بقدمها مع أي صوص بحبه أو بقدمها مع اللبن. وهيك بتكون خلصت وصفتي لليوم، بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني وصفة جديدة. مع ألف سلامة.